استعدوا لتجربة لا تتكرر كثيرا، فهذه هي الفراري الأكثر حصرية في عالم السيارات، وتم بيعها لعدد محصور فقط من أثرياء العالم. فمصنع السيارات الإيطالي وشريكه بيننفرينا صمما سيارة سيرجيو، وهي سيارة تجريبية بإضافات مثيرة تميزها عن غيرها من المركبات. وأعلنت فراري تصنيعها 6 مركبات منها فقط، ويمكن شراؤها إذا تلقيت مكالمة شخصية من الشركة. وإن لم تتلقى تلك المكالمة فاعلم أنك غير محظوظ، فالسيارات 6 بيعت فعلا. ويأتي هذا الطراز ضمن جهود فراري الرامية إلى توفير طابع شخصي وحصري لزبائنها، حيث يمكن للأثرياء التوجه مباشرة إلى الشركة لاختيار ما يرغبون به تحديدا في سياراتهم من الداخل والخارج.